أما نوح عليه السلام آمن معه قليل، حملهم في سفينة واحدة مع إيش؟ مع ما حمل من كل زوجين اثنين من الحيوانات في سفينة واحدة، وباقي أهل الأرض ذاك الزمن كلهم كفروا، ومنهم زوجته وابنه، حتى أنزل الله عليهم ماء منهمر من السماء وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على من قد قدر فأهلكوا جميعا، ما نجا إلا من ركب معه في السفينة. هذا والله يعني دليل واضح جدا أن أهل التوحيد قلة، ولا تستوحش أن تسلك طريق أهل التوحيد وطريق الناجين ولو كان معك قلة، كما لا تغتر بكثرة الهالكين ولو كانت الأمم هلك لا تغتر بكثرتهم، وإنما عليك أن تتبع الحق وإن كان معك على الحق قليل. نعم.